هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي اس اي موبلر دينتالي. بدل الثلاث ست شبهات كورونا في ستوكهولم. السويد فلسطين الدعم مستمر. أهلا بكم في مكان الحديث في وقت سابق اليوم عن نقل 3 أشخاص لأحد مستشفيات العاصمة ستوكهولم. السلطات الصحية تعلن أن عدد هؤلاء 6 وليس 3، جميعهم كانوا في الصين وبالتحديد منطقة البر الرئيسي التي تنتشر فيها العدوى أكثر من غيرها. الأعراض ظهرت على هؤلاء بعد عودتهم إلى السويد مباشرة. والمخاوف من كورونا ليست صحية فقط بل اقتصادية أيضا. رئيس غرفة تجارة العاصمة ستوكهولم يحذر من عواقب مالية لانتشار فيروس كورونا على نمو الاقتصاد السويدي وكذلك سوق العمل. المسؤول توقع اختفاء عدد من الوظائف بسبب الفيروس. يوجد حاليا حوالي 6000 شركة سويدية تصدر منتجاتها إلى الصين. فكرة استبدال ستيفان لوفين بآخر قبل الانتخابات المقبلة هي فكرة جيدة. هذا ما أظهره مسح لآراء سياسيين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في محافظة سكونة. العديد من الذين شملهم المسح عزوا التراجع في تأييدهم للوفين إلى استيائهم من ما سموها بالنكسات التي واجهها الحزب فيما يتعلق باتفاقية يناير. لا تخلي عن موقف السويد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موقف ليس بجديد أطلقته وزيرة الخارجية آن ليندي. الوسيرة تؤكد أن بلادها ستستمر تقديم الدعم المادي للفلسطينيين لأن اقتصادهم ضعيف بسبب الاحتلال. ليندي لم تخفي أنها حاولت ورئيس الحكومة تقوية العلاقات مع إسرائيل التي وصفتها بالعلاقات الفاتنة. فيما العالم يريد التخلص من الفيروسات، الشرطة السويدية تلجأ للاستعانة بها ولكن إلكترونيا بالطبع، للولوج إلى هواتف الأشخاص المشتبه بهم وبالتالي معرفة بياناتهم وكذلك معلومات عنهم وعن الجرائم والنشاطات غير القانونية. الشرطة ستعتمد على تلك الفيروسات الإلكترونية فور صدور قانون جديد من البرلمان حول حق قراءة البيانات السرية الخميس القادم. الزائر لمدينة أوربرو عليه أن لا يتفاجأ بآلات توزع فوط نسائية في الطريق. شركة سويدية مختصة بقطاع الاحتياجات النسائية باشرت بتركيب نماذج أولية لتلك الآلات والتي هي نتاج اختراع قام به مجموعة شابة من المخترعين السويديين. إلى فقرة السوشيال ميديا، طبعا كم كبير من التعليقات على خبر وجود 6 شبهات بفيروس كورونا في العاصمة السويدية ستوكهولم. البعض لم يخفي خوفه وآخرون غلب المزاح على تعليقاتهم، فلنتابع. وفي العباسي، هيئة الصحة من تحمل مسؤولية انتشار الفيروس الآن لأنها صرحت أكثر من مرة بأنه لا يوجد خطر من انتشار الفيروس في السويد وها قد بدأ انتشار الحالات. نحب أن نوضح لك بأن هذه الحالات هي حالات مشتبه بها وليس حالات مؤكدة. صديقي المتابع سعد البهاد يقول عادي يأخذوا ألفيدون ويرتاحوا بالبيت ويكثروا شرب المي. أما نمر جود يقول خبر جميل، أكثر من هيك ما ضل، أخبار لا قتل لا اغتصاب لا زلزال لا مرض، ضل كل شيء بلسات السنة بأولها بعدها. معك حق من هذه الناحية. إلى خبر آخر، وسم كن مثل فيصل من أكثر الهاشتاجات انتشارا في السودان هذه الأيام على طبعا السوشيال ميديا. لماذا؟ لأن فيصل تزوج فتاة سويدية وعاد بها إلى السودان. القضية تعكس عزوف الشباب في السودان وفي بعض البلاد العربية عن الزواج بسبب المهور الغالية التي يطلبها أهل العروس في تلك الدول، فيما فيصل نجا من ذلك بالزواج من سويدية وبدون مهر. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي اس اي موبلر دينتالي.